والله الا مرحبا بخويا الياس عندي في الغداء. الله يبارك فيك خويا. داركم اخويا الياس. واش تا خويا طاري في السعوديه كاع اللعابه ديال اوروبا جابوهم اخويا الفلوس كان راه تما. انا صدمنا اخويا غير داك نيمار ديك الكره بعد الدابيه غير انساها. راه نيمار صاحبي شوف شي كون دار راسو في الكره الا فين غيوصل صاحبي راه غشاش عنده واحد الموليه راه مشوشة شويه ديال الرجل. الرجل حط على ديك ويلي يا صاحبي حط هاد الرجيله هي الاولى صاحبي وبديت انت الانتقالات الشتويه دابا من دابا والله هذيك هي صاحبي فراسك بعدا نيمار كيعطو 20 مليون لكل هلال قالها دارها ولد الحرام في التسبيح الهلال 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 وانت دابا وصلت 500 مليون 15 مليون 500 مليون الفلوس الفلوس كراسه وداك والله الا بزاف انا سمعت 2025 غيسميو الدوري ديالهم حيت دابا سميتو روشن 2025 غيسميو البريمير ليغ غيشريو السميه مع الدوري الانجليزي بملايير ديال الملايين ود هذاك بريمير ليغ دوميك الله اخويا الياس الا كنت معاون صيفط صحاب الدار الحج ولكن اخويا خفت دوك الفلوس يجيبو بمشي ليفاندوفسكي لا الرائد ولا الطائي اللهم انا بعدا اللي عجبني فيهم ميسي قالوا لي نكتبوا لك النص في السعوديه وما جاوبش ليهم في التليفون ود هذاك المصدر شي موطاكسي واقيلا واش فراسك ميسي محق ما فيه مرتو موكل شي صال الحمار ولا حلف موتيا صال الحمار صال الحمار فين بعدا سمعتي انت هاد الهضره سمعتي واقيلا في التصمع عند دوك العيالات اللي كيجلسوا تما ها ودي يا ودي كل ما سحر عليه كاع ما تمشي كاع ما تديه للدوري الامريكي تما عند شي فراقي حتى الرؤساء ديالهم ما عارفين السميه ديال الفراقي راه كريستيانو رونالدو هو اللي سحر عليه جورجينا مشربه حليب الحمارة فين ما مشات كيتباعها راه قلت لك بزاف عليك جورجينا لا لا العيالات ورونالدو محكم فيها وكيضربان لحد لحد ماشي بحال ديك الحماره ديال انطونيلا لحد لحد كنتي معاهم لحد لحد انطونيلا بعدا كتخزن الفلوس لميسي اما جورجينا جميع البيران تو العالم واش زرتهم الياس جلس جلس الى غتذكر جورجينا جلس ديال فمك بالثمن والعسل جلس هو غنتفاهموا جلس هو غنهضروا اسمح لي يا صاحبي ماشي مشكل هذا دون ولادو خط احمر نجيك انا من الاخر خط احمر تدنا اخويا يوسف دابا نرجعوا للواقع ميسي راه عنده كاس العالم شنو عند رونالدو رونالدو عنده كاس الامم الاوروبيه كاين عند ميخي داك المونغوليان اش دخل ميسي لكاس الامم الاوروبيه الله يهديك يا يوسف صاحبي وانت اش كدير عندي في الدار اش كان جابك عندي لهنا اش كنجي كريستيانو رونالدو ولادو خط احمر